السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبابي؟ إن شاء الله بخير. هاي رحلة صيد جديدة، تماسيح تارس الأرض ترس. مبدئيا صدنا زين الحمد لله. خليكم أسوي الفيديو تشوفون. ناخذها اليوم، طبعا اجت نزلت بين الديكويز اخر لحظة انتبهت لها. هاي النقط السوداء اللي تشوفوها بالبعيد شوية هاي كلها تماسيح. هذن الموج والفرارات يعني دا يتحركن، راح اشيلهم لان احسهم من وراهم بدا ينزل الطير. خلينا نشوف نشيلهم شلون راح يصير الوضع. صحيتي؟ طبعا هذين الثلاثة ركضني وراهن نفس الطريقة هاي الآخر وحدة. كلهن نازلات طيبات يعني ولازم أشيلهن يجي. Thank you.
راح نتحارك بيه والمفروض ما لازم نسوي هيك. يا بدا ينهزم طبعا هذا بي 6 فوت شبكه يفطس لهنا صورات مو تماسيح يعني مو عدائيات. وانا قلت راح اتحارك وياها على الباط بس الحمد لله ولا وحدة قربنا عليها فهذا اهم شيء كل الزين يعني. وتحياتي لكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب. اخوكم محمد الحمداني. وهي حصيلة صيدنا لليوم 6 حذافات البلوينج حذاف الازرق وهذا يسموه الحذاف الصيفي. الحمد لله كان يوم حلو حبينا بس نشوفكم ياهن هذه المرطبات